ابو عبد الله شكلك بردان. ابو عبد الله البس الجون ده. ابو عبد الله لابد ان نبدا بالمذاكره يا المصري، ليس هناك وقت عن الامتحانات. بص يا ابو عبد الله، طول ما الامتحان مش بكره يبقى لسه هناك وقت. العب يا ابو عبد الله. الامتحان اليوم يا المصري بس مش بكره. العب يا راجل العب. اقنعتني يا المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف ان انت مش عاوز تذاكر بس عاوز تبقى دكتور. عارف ان انت مش قادرة تذاكري بس عاوزة تبقى مهندسة. مش بقلس والله، طول ما انت عندك حلم فان شاء الله ربنا هيعينك وتوصل وتحقق الحلم ده. بس ازاي بقى تتغلب على كسلك وعلى نفسك وتقوم تذاكر؟ والله يا حبيب قلبي الموضوع ده شغلني بقالي كتير جدا. انا بعد بحث دقيق جدا ولف ودوران وشقلبة في اليوتيوب اقدر اقول لك ان في 7 حاجات بفضل الله لو عملتهم وانتظمت بيهم هتقفل السنة دي. ايوه هتقفل السنة دي في اي امتحان. اول حاجة في اي حاجة وكل حاجة الاستعانة بالله. وانت رايح تذاكر تستعين بالله وتدعي ربنا ان هو يعينك. الدعاء ده سكرين وكل ما تيجي تذاكر اقرأه او اكتبه في ورقة وحطه قدامك طول الوقت. تاني حاجة وهي تغيير الروتين، لان طبيعي جدا ان عقلك يزهق من الحاجات العادية اللي بتتكرر كل يوم. فهدي الاضاءة مثلا او عليها، خليها احمر او احمر قوي، تجيب اقلام مظهرة من دي وتخلي مذاكرتك مسلية ومليانة الوان. عقلك بالطريقة دي وبالالوان هيحب المذاكرة. تالت حاجة وهي لازم تكتب هدفك. انت بتذاكر ليه؟ عشان تبقى دكتور تكتب في ورقة دكتور. تذاكر عشان تبقى مهندسة تكتب في ورقة مهندسة. لو عاوز تبقى شحات تكتب في ورقة شحات وهتبقى شحات. يعني من الاخر كده لازم ترسم الطريق اللي انت هتمشي عليه، وفي اخر الطريق ده بيكون فيه هدف انت بتبص عليه دايما، عشان كل لما تكسل تبص على هدفك وتقوم. او ام 24. رابع حاجة وهي انك تصفي ذهنك. ايوه ما ينفعش تقعد على المكتب وفي حاجة في دماغك غير المذاكرة. احسن طريقة تصفي بها ذهنك وتريح بها اعصابك هي الصلاة. ايوه قبل ما تذاكر اتوضى وصلي ركعتين وادعي فيهم ان ربنا يعينك على المذاكرة. اظن مفيش احسن من كده. ولما تقعد تذاكر يا حبيبي اقفل تليفونك واقفل الباب واقفل الشباك واقفل اللباسه. ايوه ما تديش نفسك فرصه انها تشتغلك وتقول لك طب 5 دقايق بس. ايوه يا عم جيب الشاي وجيب الزبادو كمان عشان ما يبقاش لك اي حجه تقعد ما تقومش الا لما تخلص مذاكره. ديليشيس. الاعلان ده لشركة كنز المد. مش هطول عليك. الشركة دي يا حبيب قلبي بتجمع اطباء من جميع انحاء العالم في اكتر من 48 تخصص. يعني لو انت تعبان وعندك اي تعب بتدخل على الموقع وبتدور على الدكتور اللي هيكتب لك العلاج. الموضوع سهل جدا وبسيط. ايوه يا عم الدنيا بتتطور، تقدر تكشف اونلاين كمان. ان لو في علاج انت بتدور عليه ومش متوفر في بلدك الشركة دي بتوفره لك بسعر مناسب جدا وبتوصله لك كمان لاي مكان في العالم. مش كده وبس، لو انت عاوز تتعالج في الخارج ومفيش معاك تكاليف العلاج الشركة بتوفر لك العلاج. توصل للناس المحترمة دي ازاي وتتعامل معاهم هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن وفي اول تعليق. بس كده يلا نكمل الفيديو بتاعنا. 5 حاجة وهي انك تجدول المذاكرة. يعني كل يوم هتذاكر 2 او 3 او مادة واحدة حتى. يعني النهاردة مثلا هتذاكر فيزياء وكيمياء، ما يبقاش قدامك على المكتب الا كتاب الفيزياء وكتاب الكيمياء. مش تحطله رصة كتب وتقعد كل شوية تبص عليهم وتعيط. العياط مش هيفيدك. على سبيل المثال مثلا انا هذاكر فقه، فكتاب الفقه بس هو اللي يكون قدامي والادوات بتاعتي. انما لو جبت بقية الكتب وحطيتها تقعد تبص لها وتعيط. فقه مقارن وقضايا فقهية معاصرة واحاديث احكام واصول فقه. انا هسقط. سادس حاجة ودي مهمة جدا، ما تصاحبش حد بايظ فاشل صايع يضيع عليك وقتك. تيجي عمال العب ماتش بلاي ستيشن وبعد كده نروح نذاكر. ماتش ولا ماتشين بيبقوا 10 ماتشات بتقعد لك 3 ساعات ولا 4 ساعات. وممكن كمان صاحبك ده يلسعك على ودانك وترجع مزاجك وحش وتنام على طول. ما بقولكش ما تلعبش وقاطع اصحابك، لا ده دي حاجة مهمة جدا انك تسلي وقتك. بس بالعقل، هتلعب ماتش كرة مثلا مع اصحابك ساعة وترجع تاني. مش ساعة واتنين وتلاتة وتضيع منك اليوم. سادس حاجة والمهمة جدا حرفيا واللي كل الناس اشادت بيها، ما تاخدش شوية شيبس. يا عم خد ما تتكسف، عملت لايك كل لسه. هات الشيبسي تاني. انك اول ما تقعد على المكتب بنية المذاكرة تكتب الوقت اللي انت قعدت فيه. قعدت الساعة 8 مثلا، تكتب الساعة 8. اما تقوم من على المكتب تشوف انت قمت الساعة كام، قمت مثلا الساعة 8:15، يبقى انت ذاكرت ربع ساعة. المرة اللي بعدها برضه واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، تيجي تبص هتلاقي نفسك بقيت بتزود في عدد الدقائق. من غير ما تاخد بالك هتلاقي نفسك حبيت المذاكرة وعاوز تذاكر عشان تسلي نفسك. بص هو فاقد الشيء يعطيه ببذخ، يعني اكتر واحد ممكن يديك نصيحة عن المذاكرة انا، لان انا ما بذاكرش. لا يا عم بهزر معاك بجد، لو انتظمت على 7 حاجات دول في اي مرحلة دراسية انت او انت ان شاء الله ربنا هيعينكم وتبقوا من الاوائل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سلام.